بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نرحب بكم في هذه الليلة التي نناقش فيها المستجدات السياسية في البلاد. سنتطرق إلى جملة من القضايا في مقدمتها وبشكل رئيسي تطورات خلال 24 ساعة الماضية، حيث صدر بيان عن سمو ولي العهد، عن ديوان سمو ولي العهد، يتحدث فيه عن ثمة توافق وطني حصل بين الأطراف السياسية في البلاد. وهناك جملة من الحقائق التي يجب أن نوضحها لكم وللشعب البحريني. اسمحوا لي سأقرأ تسلسل تاريخي للاتصالات والحوارات مع الجانب سمو ولي العهد. تمر الساحة المحلية بتطورات متسارعة على العديد من المستويات، متأثرة باستحقاقات داخلية وأخرى إقليمية، وفي مقدمتها إعلان التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، الذي تمدد فجأة في كل من العراق وسوريا وأصبح يهدد المنطقة ويفرض على دولها ضرورة الشروع في محاورة شعوبها وقواها الحية من أجل السير نحو الدولة الديمقراطية التي تتخذ من العدالة الاجتماعية والمساواة بين مواطنيها واحترام حقوق الإنسان منهاج عمل نحو التنمية الإنسانية المستدامة. أولاً، في المعطيات السياسية المستجدة، صدر يوم أمس الثلاثاء بياناً من ديوان سمو ولي العهد وبثته وكالة أنباء البحرين بنا، تحدث فيه عن لقاءات تمت مع عدد من الأعيان وشخصيات المجتمع. وقد ورد في البيان المذكور أن اللقاء تناول ما حققته مملكة البحرين بفضل مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه. وتم التأكيد خلال اللقاء على استمرار هذه المسيرة لما فيه صالح الوطن وجميع أبنائه، وفق ما جاء في البيان الذي أضاف أنه من أجل مواصلة البناء على ما تحقق من خلال تفعيل المشاركة الشعبية واستمرارا للأخذ بمنهج التوافق، فقد تم إطلاع الأعيان وشخصيات المجتمع وأخذ رأيهم حول ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني والمتضمن إطارا واضحا يمثل قاسما مشتركا بين جميع الأطراف المشاركة. وجاء أيضا في البيان أنه سيتم تنفيذ ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منه على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي القادم. إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وحرصا منها على طرح الحقيقة كما هي توضح التالي: 1- أن حوار التوافق الوطني في محوره السياسي الذي انطلق في 10 فبراير 2013 قد انطلق بعد دعوة علنية وجهها سمو ولي العهد في نهاية شهر ديسمبر بعد مطالبات العالم بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى. وقد تجاوبت قوى المعارضة مع هذه الدعوة التي جاءت عبر وزارة العدل والشؤون الإسلامية نهاية يناير، حيث ردت القوى الموقعة على هذا البيان أو على هذا الجالسة هنا أمامكم بالإيجاب، وقدمت مقترحات عملية لأجندة الحوار، وهو الأمر الذي طلبت أعضاء الوزارة بأن يطرح على طاولة الحوار. 2- مع بدء الحوار في 10 فبراير من العام الماضي، طرحت المعارضة وجهة نظرها ومرئياتها حول أجندة الحوار الجاد، إلا أن الحوار تحول إلى مكان لتوجيه الاتهامات والسباب والشد بحق المعارضة، رغم المحاولات وسعة الصدر التي بدأها وفد المعارضة
إلى طاولة الحوار، وقد انحرف الحوار عن أهداف المعلنة كحوار توافق وطني، حيث حاول البعض فرض مرئياته بالمغالبة التي فرضت على المعارضة بجلب ما سمي بالمستقلين من السلطة التشريعية بخلاف الأمر الملكي الذي حدد مفهوم المستقلين من المجتمع السياسي. 3. مع تعثر جلسات الحوار اضطرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تعليق مشاركتها في شهر سبتمبر 2013، ومع التململ الذي ساد أجواء الحوار لعدم جديته وعدم وصوله إلى أهدافه تم تعليقه بقرار رسمي في ديسمبر 2013. هذا يعني أن الحوار في محوره السياسي لم يصل إلى نتائج دون الوصول إلى أي من التوافقات على النقاط التي كانت موضع حوار بين المتحاورين. 4. في 14 يناير 2014 وجه سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خطابا إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان يدعو فيها للقاء في اليوم التالي من أجل تناول السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة. وفق ما جاء في الخطاب المذكور، وفي مساء نفس اليوم تداعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى اجتماع عاجل ناقشت موضوع الدعوة واتفقت على أن يذهب وفد من جمعية الوفاق ممثلا للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وتم التفاهم على النقاط التي سيثيرها الوفد في الاجتماع مع سموه. 5. خرج اللقاء مع سمو ولي العهد باتفاق على أن يكون المسار الثنائي هو الذي ينبغي أن يكون أرضية لحوار جاد، وقد كلف سموه وزير الديوان الملكي معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ممثلا له في الحوار مع المعارضة، وقد التقت المعارضة معه في 21 يناير 2014، وقد طلب معالي الوزير من وفد المعارضة تقديم مرئياتها من جديد. بالمناسبة قدمنا المرئيات لعدة مرات. 6. في 4 فبراير 2014 قدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مرئياتها بناء على رغبة معالي وزير الديوان الملكي، وقد احتوت على بندين، الأول ضرورة التوافق على خارطة طريق الحوار، والثاني أجندة الحوار. وقد احتوى البند الأول وهو خارطة الطريق على 1. التمسك بالاجتماع مع ممثل الحب في الحوارات القادمة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة. 2. التمسك بما تم الاتفاق عليه مع سمو ولي العهد من الحاجة لاستمرار اللقاءات الثنائية لحين تنضيج الاتفاقات بين الأطراف، ونتفق تماما مع رؤية سمو ولي العهد من أن الحوار بالطريقة السابقة لم يكن مجديا، ولا بد من استمرار الحوار الثنائي لكي تذلل كل العقبات. 3. جدولت وتزمين اللقاءات الثنائية لتكون العملية جدية ومثمرة، كما نبدي استعدادنا التام لتكثيف هذه اللقاءات بواقع 3 لقاءات أسبوعيا على أقل تقدير، وأن يكون للحب رؤية للحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات. 4. ضرورة شرح وتفهم منطلقات الأطراف لمطالبها مما يستوجب أن يكون تقديم المرئيات في المواضيع الأساسية من خلال الاجتماعات وليس من خلال التراسل بأوراق مكتوبة. 5. تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسية في البحرين، وهو أمر أقدم عليه جلالة الملك قبيل التصويت على الميثاق، وهو ما تقوم به الدول التي تعاني من أزمات تبحث لها عن حل جذري، الأمر الذي يتطلب تبريدا أمنيا للساحة المحلية عبر الانفراج الأمني والسياسي ووقف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والبدء بإطلاق سراح الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والنساء وكبار السن والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، ووقف التحريض الطائفي من فوق المنابر الدينية والإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، وتهيئة الأجواء الحاضنة للعملية السياسية الجادة باعتبار ذلك
خطوة تؤسس لأجواء الثقة وتخفف من الاحتقان والتطرف وتفتح الباب لمن يرغب من القيادات السياسية المعتقلة المشاركة في الحوار وتقديم مرئياتهم. 6. التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إطفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ ووضع جدول زمني له مع ضمانات جوهرية وحقيقية للتنفيذ. وفي البند الثاني أجندة الحوار، كنت أنا أتحدث عن خارطة الطريق. البند الثاني أجندة الحوار قدمت المعارضة مرئياتها كالتالي إلى وزير الديوان: 1. تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف متوافق عليه تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة وطنية مستقلة ويقوم على أسس المساواة وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراءات الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة والعدالة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع الناخبين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية المتعارف عليها. 2. دراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلال نتائج العملية الانتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية بالتمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديمقراطية العالمية، مع كون هذه الحكومة مساءلة ومسؤولة أمام البرلمان المنتخب، والاتفاق على آلية القرارات التي تصدر عنها بحيث تعبر عن إرادة الشعب الجامعة وليس الاستئثارية من أي طرف، خصوصا في القضايا التي تمس الحقوق والحريات والمسائل الجوهرية والمصيرية. 3. حق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية مع دراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة، مما يجعل التشريعات كافية لحقوق جميع المواطنين على المستوى الفردي والجماعي ومبنية على الأسس السليمة التي تساهم في التنمية والتطوير. 4. إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان، مما يستوجب المزيد من النقاش التفصيلي في الحوارات الثنائية. 5. الوقف الفوري لسياسة التمييز التي مست الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي واستهدفت شريحة واسعة من أبناء الشعب، وخصوصا حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، والبدء في معالجة الآثار السلبية لهذه السياسة والتي تسببت بضرر بالغ على الإنتاجية والتنافسية ونماء الاقتصاد الوطني. 6. إيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة على مختلف مكونات الوطن، ما يفرض ضرورة معالجتها بصورة إنسانية واجتماعية سليمتين. 7. التمسك بنبذ العنف أي إن كان مصدره والتوقف عن التحريض على الكراهية وخصوصا من خلال وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنية في مواجهة القضايا الخلافية انطلاقا من صون الحقوق وإتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي والتعبير بسلمية وحضارية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية.